مقاومة الانقلاب، مقاومة حقوقية، مقاومة الشارع. الشارع اليوم جولة من جولات مقاومة الانقلاب الغاشم اللي انقلب على الجسور، انقلب على كل مؤسسات الدولة. لكن ما ننسوش أن المسيرة هذه جاءت بعد أحداث 14 جانفي، اللي هي كانت فيها أحداث دامية جدا، لذلك ما كانش الحضور بحجم 14 جانفي. بالنسبة لخطوات القادمة، المؤكد أنه ما يؤخرش الثاني بعد حل البرلمان، حل المجلس الأعلى للقضاء، أتوقع أنه سيمر إلى حل الأحزاب السياسية، وأنا أقصد بحركة النهضة تحديدا، خاصة وأنه يقع طبخة عبر ملف جمعة العيد ومحمد الرامي لجعلها تعلة لحل حركة النهضة، وقد تكون ائتلاف الكرامة لتعلة تورطهم في الاغتيالات السياسية، وهذا بغطاء هيئة الدفاع المزعوم. إذن القادم نتصوره غامض، ماهوش واضح. من تجرأ على حل مؤسسات الدولة ماهوش باش يخاف من حل الأحزاب السياسية، ولكن الأكيد أننا سنتصدى بكل الطرق السلمية والمدنية لكل الخطوات القادمة التي يزعم هذا الرجل القيام بها، لأننا حبينا وكرهنا رانا ملاكة في تونس ما نشكرها. المحامين من المجلس الأعلى للقضاء، من المجلس الجديد اللي عامل، شو رأيكم فيه؟ الأكيد أنه هي ضربة كبيرة للمحامين الذين قبلوا وهللوا الانقلاب، لأولئك الذين قالوا أن حل المجلس الأعلى للقضاء هو إجراء قانوني وإجراء دستوري. اليوم قال أن المجلس الأعلى للقضاء هدايا لا يجب أن يتكون من المحامين، بل يتكون فقط من القضاة، لذلك جعله مجلسا للقضاة بعد أن كان مجلسا أعلى للقضاء. الفرق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاة فرق كبير، وهو اليوم أعلن عن هذا صراحة بحرمان المحامين من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وهذا هو الخطير باعتباره جعل من القضاة الممثل الوحيد والأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.